طلعنا مسيرة تظاهرية يعني نواكب التظاهرات والمسيرات اللي طلعناها اليوم ان شاء الله باذن الله. احنا طلعنا على مدن يعني ان شاء الله نكمل يعني بقية الاصلاحات الحكومية ان شاء الله. احنا منتظرين المدة الزمنية للحكومة اللي انطتها على مد يعني تعطي شخصية او ترشح شخصية رئيس وزراء، واحنا ان شاء الله رشحنا 5 اسماء من ساحة التظاهرات. طبعا احنا طلاب جامعة تكنولوجية مستمرين بالمسيرة حتى تحقيق المطالب ومستنكرين ما حصل في ساحة الوثبة. نحن جامعة التكنولوجية ومستمرين في المسيرة لحين تحقيق المطالب ونستنكر ما حدث في ساحة الوثبة، وهذا لا يمثلنا ونحن مستمرين على السلمية. ما مطالباتكم؟ تحقيق المطالب والمتظاهرين، وان شاء الله ان شاء الله منتصرين على الفساد. احنا طلاب الجامعة التكنولوجية بدينا المسيره من يوم 28/10 من بدايه الثوره، حقنا دم الشهداء مانعين الدوام من يوم 28 من بدايه الثوره، وان شاء الله ما راح نداوم لحد ما تحقيق المطالب ساحه الاعتصام، ساحه التحرير، وايضا ناخذ حق الشهداء اللي راحوا بمحافظات النجف والبصرة اللي راحوا، وإن شاء الله إن شاء الله نحقق المطالب.